الحصة السكنية لسكنة عدن تقدر ب 2685 سكن موزعة على أربع بلديات، بلدية بلبلة 1800 سكن، بلدية سيدي خويل 1085 سكن، بلدية تقول 700 سكن، بلدية مسيل 100 سكن. اليوم بالنسبة لبلدية بلبلة 1300 سكن من الحصة تاع 1700 سكن اللي هي أنجزة من طرف الشركة الصينية لبي أو سي جي. في بعض المرافق المتوسطة والثانوية والتشجير ينقصنا مجموعة من المرافق باش يستقروا السكان هنا، وإلا فإن المساكن ستبقى عبارة عن صاغرة، لأنه الناس كل كبار عندهم ولادنا في الثانويات والمتوسطات، مستحيل يسكن هنا ولده يقرا في نقوسة ولا يقرا في بلاصة أخرى. إذن نتمناو أنه يسجلوا لنا متوسطة وثانوية والمرافق المتبقية. هذه التسليمة وهذه الوثيقة. نطلب ان شاء الله يبادروا ويكملوا في هذه المسيره، هذه لانها عمليه ناجحه بالنسبه لاصحاب الجنين، ونطلب من الدوله ان التفاتها بالمرافق هذه نحوسوا ويكملوا المسيره نتاعهم. بعد انتظار طال اكثر من 20 سنه واليوم هي فرحه عارمه، اكيد تسع كل من انتظر وكل من يعني ينتظر هذا اليوم البهيج، فرحة كبيرة.